السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب الصف الرابع ان شاء الله نبتدي مع بعض حصة جديدة، هنكمل ان شاء الله الوحدة الثانية حالات المادة. هنكمل الجزء الثاني من درس ما خصائص المادة الغازية. في نهاية هذا الدرس سوف استطيع ان اشرح ان الغازات لا تتخذ شكلا ثابتا او حجما ثابتا وانها قابلة للانضغاط. القيمة الشهرية المشاركة، أما القيمة الأسبوعية الأمانة. طيب احنا قلنا ان المادة الغازية، نراجع الجزء اللي فات، قلنا المادة الغازية مادة غير مرئية لكن نشعر بقوتها، زي النفخ عند اليد، انا مش بشوف الغاز ولكن بشعر به، تمام؟ زي برضو الأعلام والرايات لما بتتحرك في الهواء، ده دليل على وجود المادة الغازية. طيب اتكلمنا بعد قبل كده عن ان استخدمنا الوقود غاز الوقود كطهي عشان نطهي الطعام، وقلنا ان الغاز ده خطر وليس له رائحة، علشان كده احنا بنمزجه مع غاز اخر له رائحة علشان نعرف لو كان في تسرب ولا لا. وقلنا كمان ان جسيمات الغازات بتكون متباعدة بعضها عن بعض، عشان كده هي قابلة للانضغاط. نشوف درس اليوم، كيف يمكنني ان انتج غازا. طيب احنا عندنا بعض الادوات، عندي خل وبيكربونات صودا وعندي زي البالون وعندي زجاجة. هنحط في الزجاجة حوالي هنحط البيكربونات الصوديوم والخل في قارورة صغيرة، وبعدين احط البالون عليها، تمام، واثبتها كويس جدا. طيب واسيبهم شوية. بعد شوية بلاحظ ايه؟ بلاحظ انتفاخ البالون. بعد شوية هل انتفخ البالون؟ زي ما احنا شايفين في الصورة بيحصل انتفاخ للبالون. ايه اللي حصل؟ ما الذي جعل البالون بينتفخ؟ هنا بيحصل ان في غاز بيخرج وينتشر، وبالتالي هيؤدي الى ايه؟ نفخ البالون. طيب الغاز ده جه منين؟ انا عندي حصل تفاعل بين البيكربونات الصودا مع الخل فطلع لي الغاز. الغاز ده ملقاش مخرج الا البالون، فعشان كده البالون انتفخ، تمام. يبقى تاني، يبقى تفاعل بيكربونات الصودا مع الخل انتج لي غاز اللي هو ثاني اكسيد الكربون، والغاز ده انتشر فين؟ في البالون ونفخه. يبقى انا قدرت ان انا انتج غاز من الغازات. يبقى انتاج الغازات احنا ممكن لما بيحصل تفاعلات كيميائية بين المواد الكيميائية بيطلع لي غازات. طبعا احنا مش لازم ان احنا نتنفس الغازات دي لان ممكن يكون في حاجات خطرة. طيب لما تنتشر الغازات؟ قلنا جسيمات الغازات لها طاقة عالية، تمام، بتدفعها للانتشار في جميع الاتجاهات. يعني لو انا تملأ جسيمات الغازات اي وعاء وقد تملأ الغرفة بأكملها. احنا الغازات دي بتنتشر بسرعة جدا من خصائصها الانتشار، يعني لو احنا رشينا مجرد جزء من العطر بنلاقي العطر، ريحة العطر بتنتشر في المكان كله. طيب كيف يمكنني ان اقارن كتلة الغازات بكتلة السوائل؟ عايز اشوف مين الكتلة بتاعته هتبقى اكبر. زي ما احنا شايفين كده عندي اسفنجة، وهنجيب وعاء وهنجيب ميزان. اول حاجة بلاحظ بنبص على الاسفنجة كويس جدا. طيب احنا شايفين فتحات في الاسفنجة، والفتحات دي مليانة بايه؟ مليئة بالهواء. يبقى الاسفنجة دي بتحتوي على غاز، صح؟ مش فيها فتحات، واكيد الفتحات دي مليئة بالهواء، والهواء ده نوع من انواع الغازات. طيب بعد كده الخطوة رقم 2، هاخد الاسفنجة دي واغمرها بالمياه، احطها كلها في المية لغاية ما تخرج فقاعات الغاز. يعني ايه تخرج فقاعات الغاز؟ الغاز هيطلع ويحل محله الميه، تمام. طيب الاسفنجة الجافة الاول لما وزنتها لقيت الوزن بتاعها حوالي 8 جرام. طيب الاسفنجة لما حطيتها في الميه جيت وزنتها لقيت الوزن بتاعها 15 جرام. اذا انا عندي اختلاف في الكتلة، صح؟ كتلة الاسفنج المشبعة بالماء هتكون اكبر من كتلة الاسفنج الجافة، تمام. يبقى للأسفنج الرطبة كتلة أكبر، يبقى نعم. يبقى ما الذي يحل محل الهواء في الأسفنج؟ ها، اللي أخذ مكان الهواء عندي أخذ مكانه إيه؟ الماء.
يبقى ليه الاسفنجة دي كتلتها زادت؟ ها لان كتلة المية هنا هتبقى اكتر من كتلة، اكبر من كتلة الهواء، يبقى كتلة السوائل اكبر من كتلة الغاز. خلاص. طيب، من الصعب ملاحظة الغازات. ممكن احنا ما نقدرش نلاحظ الغاز لان احنا ما نقدرش نشوفه، تمام؟ لكن احنا ممكن نشوف ايه؟ ممكن نشوف الفقاعات اللي بيطلعها الغازات مثلا في سائل زي الماء، تمام؟ ممكن نستبدل الغاز ويطلع ويحل محله المية زي ما عملنا في الأسفنجة. طيب ايه الدليل؟ عرفت منين هتطلع الفقاعات دي؟ معنى كده ان الغاز بيطلع وبيحل محله ايه؟ الماء، عن طريق الايه؟ وجود الفقاعات. كيف يمكنني ان اقيس كتلة غازات؟ طيب اول حاجة عندي كرة قابلة للنفخ ومضخة ومقياس الكتلة. طيب اول حاجة انا هرسم في المخطط اللي قدامي ده، في المربع اللي قدامي، ارسمي كرة فارغة من الهواء. نرسم الكرة اللي قدامنا دي فارغة من الهواء، تمام؟ طيب هقيس كتلة الكرة الاول قبل ما ايه، قبل ما احط فيها الهواء. هتبقى كام؟ 112.1 جرام، تمام؟ طيب ايه تاني؟ طيب هضخ الهواء في الكرة بالمضخة واحسب عدد مرات ضخ الهواء. انا ضخيت كم مرة؟ كام؟ هيبقى 26 مرة. بعد ما خلصت عملية الضخ هاخد الكرة واروح اقيس الكتلة بتاعتها، هتبقى كام؟ 112.5. طيب احسب الفرق بين كتلة الكرة الفارغة والممتلئة بالهواء، يعني اخد ال 112.1 وهنقصهم من الايه، ال 112.5، هيطلع لي رقم، تمام؟ طيب الرقم ده عبارة عن ايه؟ الرقم اللي طلع لي ده الفرق في الكتلة ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كتلة الغاز اللي موجودة في الداخل، كتلة الهواء اللي موجودة في الداخل، تمام؟ طيب بعد كده هطلق الغاز ده كله منها، افضيها خالص، واكرر نفس الخطوات 3 مرات، تمام؟ طيب لما يبقى اول مرة هتطلع لي كام؟ 112.1، ودي 112.5، والفرق ما بينهم بوينت، وهكذا اكرر الايه، الخطوة مرة واثنين وثلاثة، بلاقي ان الكتلة اللي زي ما انا اشتغلت فيها. وخلي بالي ان انا كل مرة بحسب العدد، يبقى العدد الضخ عندي بعدد ثابت، يعني اول مرة عملت 26 ضخ، تاني مرة نفس الكلام 26 مرة، تالت مرة نفس الكلام، علشان اشوف انا عايز اثبت لنفسي هل النتائج صح ولا خطأ. طيب علشان احنا بنشوف هنا، اشرح لما احصيت عدد مرات ضخ الهواء في المرة الاولى. قلنا علشان لما لو كانت القياسات مختلفة بعيد الاختبار من جديد. طيب كتلة الغازات قلنا بتكون صغيرة جدا لو قارناها بكتلة مادة صلبة أو سائلة، تمام؟ يبقى هل ظهر اختلاف بين قياسات الكتلة في التجربتين؟ لا. هل يمكنني قياس كتلة الغازات؟ قدرت ان انا اقيس كتلة الغازات، اقيس الحاجة فاضية وبعدين اقيسها مليانة. يبقى يمكن مقياس كتلة الغاز باستخدام مقياس الكتلة، بقيسها باستخدام المقياس الكتلة ومضخة الهواء وشيء بيتمدد، 3 حاجات، تمام؟ طيب كتلة الغازات بتكون صغيرة جدا لو قارناها بالمادة الصلبة أو المادة السائلة. قياس كتلة الغازات قلنا بيبقى حاجة صعبة جدا إن أنا ممكن أقيسها بسهولة. ليه؟ علشان الجزيئات بتاعتها بتتحرك وتملأ الحيز من ايه، من حولها. علشان كده لازم احط الغاز ده في حاجة مغلقة علشان اقدر اقيس الكتلة بتاعته، لكن لو هو في الهواء كده هل ان انا ينفع امسكه واقيسه؟ لا طبعا، انا لازم احطه في حاجة مغلقة علشان اقدر اقيسه. طيب كيف نستخدم الغازات؟ احنا بنستخدم الغازات في حاجات كتير حوالينا، زي الهواء اللي احنا بنتنفسه، عندي الغاز اللي هو زي الوقود اللي بنستخدمه في الايه، في الطهي، دي غازات كلها احنا بنستخدمها. وكمان عندنا ثاني اكسيد الكربون، مين بيستخدمه؟ عندي بيستخدمه النبات في
في عملية البناء الضوئي. يبقى الغازات ليس لها شكل ثابت، تمام، وتملأ الغاز المكان اللي بيكون فيه بسرعة. يمكن ضغط الغازات، قلنا كتلة الغازات صغيرة جدا لو قارناها بكتلة مادة صلبة أو سائلة. قلنا تتحرك الجسيمات في الغاز بسرعة وتكون قادرة على الانتشار. تقويم الختان. نكمل، عندي سؤال رقم 3، تريد نورة قياس كتلة الغاز في البالون، تمام، مقياس الضغط عندي غير مناسب لهذا القياس، أشرح السبب. أول حاجة نورة محتاج مقياس الكتلة لأن ده اللي هنقيس بيه الايه، كتلة الغاز، من خلال وجود الغاز ده داخل شيء يتمدد مثل البالون، مش مقياس الضغط بس، صح؟ احنا عايزين حاجة تتمدد زي البالون ومقياس الكتلة علشان اقيس الايه، الغاز. الغاز كبريتيد الهيدروجين، رائحة البيض الفاسد. إذا تم وضع كمية صغيرة جدا في زاوية واحدة من غرفة كبيرة، يمكن للشخص أن يشمها في أي مكان في الغرفة. أصف خاصية الغازات التي يوضحها هذا. ها دي خاصية إيه؟ لو أنا حطيتها في ركن من الأركان وأنا كنت في الآخر خالص ووصلت لي، دي هتبقى خاصية الانتشار، تمام. قلنا اللي بتمتاز بيها الجسيمات الغاز بتدفعها طاقتها العالية، بتتحرك عندها طاقة بتتحرك بيها في كل الاتجاهات. طيب سؤال رقم 5، أحدد أوجه الشبه والاختلاف بين السوائل والغازات. عندي خصائص السوائل وخصائص الغازات، التشابه ما بينهم هما الاتنين حالات للمادة، صح؟ طيب عندي ايه كمان؟ خصائص السوائل، احنا قلنا اهم خاصية للسوائل انها قابلة للتدفق وكتلتها هتكون اكبر من الغازات، صح؟ طيب خصائص الغازات انها بتكون قابلة للانتشار وقابلة للانضغاط وكتلتها هتكون اقل من السائل. اذكر 3 استخدامات للغاز في حياتنا. عندي الهواء الذي نتنفسه، الطهي بنستخدمه في طهي الطعام، بننفخ بيه اطارات السيارات. طيب الواجب المنزلي، اجلس مع اسرتي في انحاء مختلفه من الغرفه ويطلب الينا احد الوالدين ان نغلق اعيننا ثم يرش بعض العطر. ارفع يدي عندما اشم الرائحه وهيسجل والدي اسم من رفع يده اولا. طيب احنا هنجيب على الاسئله دي، هل كان الشخص الاقرب لمكان الرش هو اول من شمها ولا الشخص الابعد، وهل تثبت هذه التجربه سرعه حركه الغازات اللي هي الانتشار. هنعمل التجربه دي في البيت وندون الايه، البيانات.